هيلعبها المغربي محمد الشيبي، هيلعب الكرة الطولية محمد الشيبي يلعبها، توصل حلوة، يخطف فيستو المايلي، تتلعب الكرة بالكربون وكأنها مرسومة على السبورة، مرسومة على السبورة في أوضة اللبس البيراميد. وادي وليد الكارتي بيشاور بيقول الكلام اللي اتقال جوه بنطبقه بالملي، تتلعب حلوة 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 1-3. بص هنا الكرة تتلعب، رمية التماس من الشيبي، وادي اللمسة حلوة حلوة حلوة، وفيستون مايلي يلعبها 10 على 10، تتلعب لوليد الكارتي، وليد اللي يلعبها ببطن رجله، فيستون مايلي مش اوف سايد تماما، يخطفها باسفل الحذاء، يطلع عواد من المرمى لكن يخطفها. ادي وليد الكارتي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، خطف فيستون مايلي الكونغولي، يخطف التونسي ويخطف عواد، 2-1، هدف 2-1، هدف مبكر جدا. لكن جمله، دي جمله، دي جمله يا جماعه، دي مش معموله بالصدفه، دي جمله.